أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ধন্যবাদ হাফেজ মোহাম্মদ ইরশাদুল্লাহ এ পর্যায়ে